القسم الأول وهو والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وهم من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اثنان، العباس وحمزة، أدركا النبي وأسلما. القسم الثالث من أدرك النبي ولم يسلم، وهم اثنان، أبو لهب اسمه عبد العزة، وأبو طالب واسمه عبد مناف، هذان أدرك ولم يسلم. كم صار العدد الآن؟ خمسة. خمسة، عبد الله والد النبي، واثنان أسلما وهما العباس وحمزة، واثنان أدرك ولم يسلما وهما أبو لهب وأبو طالب. البقية الستة أو السبعة هؤلاء لم يدركوا بعثة النبي، كلهم ماتوا قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الحارث ابن عبد المطلب طبعا، والزبير ابن عبد المطلب، والمقوم ابن عبد المطلب، والغيداق ابن عبد المطلب، وحجل ابن عبد المطلب، وعبد الكعبة ابن عبد المطلب، وقيل صفار أو ضرار، اختلفوا في اسمه صفار أو ضرار ابن عبد المطلب. هؤلاء السبعة لم يدركوا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أدرك مبعث، وأبوه أيضا لم يدرك الذي هو عبد الله. إذن الذي أدرك مبعث النبي أربعة، هؤلاء حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. ذرية هؤلاء جميعا، أعني أولاد عبد المطلب، هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي له ذرية، بقيت له ذرية من أولاد عبد المطلب أربعة فقط، الباقي انقطعت ذريتهم. أربعة هم الذين بقيت لهم ذرية، وهم العباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث، هؤلاء بقيت لهم ذرية. أما حمزة وضرار والمقوم والغيداق وعبد الكعبة وحجل، كل هؤلاء كانت لهم ذرية وماتت، لم تستمر ذريتهم. الذين استمرت ذريتهم أربعة فقط، العباس وهو أكثرهم ذرية، كان عنده عشرة من الولد العباس بن عبد المطلب، ومن ذرية الخلفاء العباسيون دول العباسية، وأبو طالب وذريته أربعة، لكن أحدهم انقطع نسله وهو طالب، وبقي ثلاثة لهم نسل وهم علي وجعفر وعقيل. وأبو لهب له ثلاثة أولاد أيضا، عتبة وعتيبة ومعتب، وقيل أن عتبة وعتيبة هما اللذان لهما ذرية، أما معتب قالوا لم تبق له ذرية. والحارث كان له ستة من الولد وبقيت له ذرية، هم أمية وعبد الله وأبو سفيان وغير أبي سفيان بن حرب، هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. فالقصد أن هذه ذرية هاشم، فكل من ثبت نسبه إلى أحد هؤلاء فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، وهو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه، أي كل من ينتسب إلى هاشم. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه وأزواجه أيضا، قال وهذا هو ظاهر اللغة، وأنت تقول لزوجتك إيش؟ أهلي. والأهل والآل كلمة بمعنى واحد، آل أصلها أأل، أأل همزة ثم همزة، ألف ثم ألف ثم لام، أأل، ثم خفت إلى آل، دمجت الألفان ثم خففت إلى أهل، لأن أأل ثقيلة، تقدر تقول يبقى أأل؟ لا أأل صعبة شوي، أي أألي لا أهلي، فسهلوها إلى أهل فقالوا أهل، فأهل وآل بمعنى واحد عند أكثر أهلي اللغة، فقالوا أزواجه من أهله، ولذلك تقول أهلي عن زوجتك. وقال الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز لما دخل زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تعني نفسها. وقال الله عن موسى وسار بأهله، يعني زوجته. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولنسائه
لما خاطبهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا إذن أهل الرجل زوجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل على عائشة قال السلام عليكم يا آل بيت رسول الله. فقالوا إذن آل بيته أيضا أزواجه يدخلن في آل بيته. هذا القول الثاني.